السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذا الفيديو سأوضح بعض الأجوبة أو طريقة بالأحرى طريقة الحل المثالية لأسئلة الامتحان نهاية المادة فارماسيكال بايوتكنولوجي. على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول اللي هو select the most suitable answer، اللي أحتاج من عندكم فقط only one answer، لكنه من هذا ال one answer اللي هو the most suitable بين الخيارات الأربعة المطروحة. ما يخص النقطة الأولى regarding the shelf life of biotech product، نلاحظ أنه إحنا دائما طريقة الإجابة نشوف يعني نقطة نقطة وعلى ظهر سقطها مثلا أنها ما تكون هي صحيحة. It can be increased more than 2 years when their aqueous solution are kept permanently under refrigerator condition. هذه إحنا أخذناها بالمحاضرة إن even أنه الـ biotech product أنه kept درجة الحرارة 28 ما راح نقدر نتجاوز السنتين، إذا هذه العبارة خاطئة. Freezing condition can increase the shelf life، نعرف أنه الفريزنج يعني تحول البروتين into frozen product هذا يؤدي عادة يؤثر على الشيلف لايف. يعني ما نقصد بالفريزنج ما يخص اللايفلايزيشن أو الفريز فريز دراينج، هذا يختلف. الفريز دراينج احنا صحيح راح نعمل فريزنج لكن بعدها نسحب الووتر من عنده في طريقة السبليميشن. بناء الفريزنج في شكل عام يعني واحد كأنه يحفظ الانسولين برودكت بالفريزر، هذا ما يصير لأنه نعرف طريقة الخزن المثالية للبايوتك برودكت دائما 2 إلى 8، بعضها يوصل إلى 15، بعض قليل يوصل إلى 15 إلى 25 أو إلى 30. فعموما الاكسترين كونديشن من التمبريتشر سواء بدرجات الحرارة الخفضة جدا أو بدرجات الحرارة العالية كلها هذه تأثر على الشيلف لايف والبروتين. فإذا لا أي ولا بي صحيحة. سي it is affected by the physical state of the final product، يعني هنا بيكون الفيزيكال ستيت ليكويد أو سوليد، هل يأثر لما يأثر يعني شيلف لايف. احنا عرفنا أن واحدة من الطرق اللي من خلالها نزيد الشيلف لايف هو تحول الأكوا سوليوشن into solid powder سواء لايفيلايزد أو كومباكت بولتس. فإذا النقطة سي أو الحرف سي هو راح يكون الجواب المثالي لهذه النقطة. النقطة الثانية regarding the lyophilization of protein some excipients involved in the lyophilized product may decrease the physical stability of protein. بالعكس بعض الاكسيبيانت تزيد الفيزيكال ستابلتي، لان هاي العبارة خاطئة. It needs versatile equipment to be performed. احنا قلنا الفريز دراير ما يعتبر versatile، هو خاص فقط for freeze drying. اذا همينة خاطئة. C هو الجواب المثالي. Their main condition are variable temperature and reduced pressure. دائما انه الكونديشن الاساسيه الموجوده باللايفلايزيشن انه فقط بالبدايه نحتاج برجر يعني اتموسفيريك برجر، بعدها ينخفض من يبدي عمليه البرايمري دراينج سكندري دراينج، دائما نشتغل على reduced برجر. والتمبريتشر يعني يكون variable يعني يكون كونستانت فترة خلال البرايمري دراينج بعدين يصعد بالسكندري دراينج. فإذا سي هو الجواب النموذجي. النقطة الثالثة regarding the oral route of biotech product considered as the most commonly used one due to its ease of administration. هذه عبارة خاطئة باعتبار أنه صحيح هو اكو ease of administration لكن يعني هنا ما نقدر نعتبره هو السبب اللي خلى the most commonly used، ما يعتبر the most commonly used أصلا، من العبارة هو بالأصل غير صحيحة. The formulation materials are similar to that of conventional drugs. أكيد أكو اختلاف بين الـ conventional drug formulation وبين الـ biotech product formulation بسبب طبيعة البروتين، فيحتاج إلى stabilizers بشكل عام، يحتاج إلى absorption enhancer، فيختلف يعني. فإذا الـ B أيضا خاطئة. C there are few marketed products of oral dose form. هي العبارة الصحيحة الوحيدة بين هذه الخيارات الأربعة. النقطة الرابعة regarding the active targeting of protein can be used to decrease degradation in body organs other than the site of the action. هذه بشكل واضح ومباشر موجودة ضمن تعريف التارجتنج of protein، انه يقلل degradation in body organs other than the site of the action. فهذه عبارة صحيحة. توجد غيرها صحيح مثلا B it is less preferred than the passive one، لا هي اكثر preferred يعني تعطيني targeting على مستوى cells او tissue. Depend on the natural disposition لما تعتمد هذا الباسف هو يعتمد على natural disposition of the protein. إذا A هي العبارة الصحيحة الوحيدة بين العبارات الأربعة. النقطة الخامسة regarding the monoclonal antibodies they can modify the pharmacokinetics of other proteins or particular vesicles. يعني monoclonal antibodies
كان يغير الفارموكانتيك اوف اذر بروتينز. شلون؟ يعني انه هو عندنا عمليه ربط بين المونوكلونال انتيبوديز مع بروتين، فيعطيني هذا اللي هو نعبر عنه انتيبودي دراج كونجيجيت، او احيانا لا يرتبط مع بعض البارتيكولار فيزيكلز. مثل ايش؟ مثلا عندنا اللايبوسوم. شنو معنات بارتيكولار فيزيكلز؟ يعني اللايبوسوم هو عباره عن بارتيكولار موديفيكيشن او بارتيكولار انه فيزيكلز من خلاله تتكون هذه الفوسفوليبيد باي لاير تحيط بالدراج. فبامكان احنا نربط الماب مع اللايبوسوم فينطيني موديفيكيشن بالفارموكاينتيك، من ناحيه انه اكيد بوجود الماب راح يكون عندنا ريسبتر ينتظر هذا الماب فيكون يحصل اكتيف تارجتنج. فاذا هذه الاي هي صحيحه. توجد بعد غيرها may be found as a colloidal system. احنا قلنا المونوكلونال انتيبوديز ما موجود على شكل كولويدر، موجود عاده على شكل may be found as colloidal system. خاطئ، انه هو اصلا دخلنا ضمن من ضمن المستوى الاول، يعني مو كولويدر اللي هو السوليبل فور المونوكلونال انتيبوديز. اذا بشكل عام ذا بعدها سنه احنا ما جينا نتحدث انه هي يعني مخلوطه مع اذر كومباوند اور فورميليشن، اذا هي ما تكون كولويدر. السي بامكان نعتبرها صحيحه، اعتبرناها صحيحه خلال عمليه التصحيح، يعني فكان اللي جاوب اي يعتبر صحيح واللي جاوب سي ايضا اعتبرناها صحيح، باعتبار انه صحيح احنا منطيكم فقط الماوس كمصدر رئيسي للحصول على هذا الانتيبوديز، لكن ايضا يوجد مصدر اخر هو الهيومن اللي هو كان بيوز احيانا كسورس فور انتيبوديز بالطرق الحديثه. فاعتبرنا السي واعتبرنا الاي صحيحات. النقطه السادسه regarding the insulin formulation commercially available as liquid and solid physical forms. اكيد ما عندنا انسولين على شكل solid، فقط liquid، لان هذا شيء ما يتلام مع طبيعه الانسولين مع المولكيولر سايز مالته والانتراكشن فورسز الموجوده. فاذا من الصعب نحضر انسولين على شكل solid dose form، اذا هذه خاطئه. البي انسولين انالوجز ار بريبيرد باي امينو اسيد التريشن. هي هذه احنا قلنا امينو اسيد التريشن اور سبستيوشن، من خلالها نغير السيكونس اوف امينو اسيد ونحصل سيفرال تايبز اوف انسولين اللي نعبر عنها انسولين انالوجز. اذا بي صحيحه. السي انسولين مولكيولز ار كومنلي تارجتد باي ماب اند بي جي. ما عندنا تارجت فور ذا انسولين اصلا، الانسولين عنده ريسبتر يتحد وياه فما يحتاج تارجتنج. All other answers are correct. اكيد ما تصير. فإذا فقط B. 7 regarding the preferential exclusion. It is a mechanism of action of bulking agent involved in the lyophilized product. لا أكيد ما تفصل bulking agent. تفصل live protectant. This occurs when a little solid material is present. لا هذا تفصل blowout. May enhance the tendency of protein molecules to self-associate or associate. يعني أنا ليش إنه enhance the tendency؟ باعتبار إنه يعني تتحكم بالsolvent molecules اللي هي interacted with the protein molecules. فقد انه مجرد ما تنسحب هذه ال water molecules قد يساعدنا more tendency towards self association. اذا السي صحيحه. It can affect the chemical stability of protein. لا ما لها علاقه بال chemical stability، لها علاقه بال physical stability of protein. قد يعني تؤدينا الى aggregation مثل ما قلنا بالنقطه سي، يعني مو ما نتحدث عن oxidation وhydrolysis وبقيه degradation اللي هي ضمن ال chemical instabilities. فإذا فقط السي هي صحيحة. النقطة الثامنة regarding the biodegradable microspheres are used for all types of drugs. ما تصير تستخدم فور، احنا قلنا اكو شروط خاصة for formulation of drugs as مثلا modified او as biodegradable microspheres. اكو في المواصفات يعني نقاط معينة موجودة بالمحاضرة، إذا أي أكيد خطأ. Considered as closed loop approach. لا صنفناها ضمن الأوبن. The drug release is controlled by stimuli. ما تحتاج stimuli هنا، تعتمد على مواصفات البوليمر المستخدم. إذا all other answers are wrong. هي الخيار الصحيح. نقطة التاسعة regarding the pulmonary route for proteins may be equivalent to subcutaneous injection. هذه تحدثنا عنها، خلال اكو diagram يوضح ان اكو احيانا تطابق بين ال regular insulin type وال يعني ال insulin administered by the pulmonary route. إذا العبارة الأولى صحيحة. Not increase in the presence of absorption enhancer. لا، إذا كان أكو absorption enhancer مناسب، لأنه ضمن النقاط البوليمينال روت إنه accessible، أو مثلا نقول بإمكاننا نغير ال integrity مات التاج junction اللي موجودة between the cells، فإذا بإمكان إنه تتأثر بال absorption enhancer، إذا دي خطأ. There is no immunogenic response. لا أكو immunogenic response باعتبار أكو macrophage موجودة من خلال مواصفات هذا الروت.
There are many commercially available products. لا ما عندنا many commercially available products يعني فشي rare. النقطة العاشرة regarding the amino acid substitution approach. It is related to the primary structure of protein. لاحظنا أغلب أنواع amino acid substitution خصوصا ما يخص الإنسولين هي related to the primary structure. أما يتلاعبون بال A أو ال B chain of the insulin. It is related to the secondary. لا أكيد خطأ. Results information of recombinant protein molecules. ما ينطينا recombinant. احنا عبرنا عنها insulin analog أو protein analog. All the other answers are correct. إذن فقط الـ A هي الصحيحة. النقطة 11 regarding enterophoresis approach. It's considered as absorption enhancement method for all topically applied. قلنا خاص من enterophoresis فقط for the ionic drugs من ضمنها البروتين. إذن خطأ. It is depend on the pH, ionic strength, and skin layer thickness. ضمن النقاط الموجودة تحدثنا كو factors affecting enterophoresis. ما موجود بها skin layer thickness. فإذا هذه B غير ملائمة. C, it is transdermal electrical current induced by positioning two electrodes containing drug in different places of the skin. يعني معناته two electrodes containing drugs. احنا قلنا الـ drug reservoir موجود in one electrode. فمن خلاله راح يتحرك الدرج باتجاه السكند الكترود. فاذا هذه العباره كذلك خاطئه. اذا all other answers are wrong. يعني هو المفروض الطالب يركز. يعني هنا النقطه نقطه يحاول يسقطها وبعضها يصل الى النتيجه النهائيه. وهذه كلها موجوده في المحاضرات بس تحتاج الى حضور ذهني. النقطه 12 regarding the glycosylation of protein. It is a particular modification approach. لا مو particular modification. Glycosylation عندنا مثلا اوليغوساكرايد يربط باي ذا بوند معينه مع البروتين، اذا هو تغير بالستركتشر. يعني ما نعبر عنه بارتيكولر موديفيكيشن، عبر عنه موليكولر موديفيكيشن، سواء البيجيليشن او الجلايكوسيليشن او الامينو اسيد سبستيوشن، هذا كله موليكولر موديفيكيشن. فاكو فرق بين الموليكولر بين البارتيكولر، مثل ايش بارتيكولر موديفيكيشن؟ مثلا عندنا اللايبوسوم، المايكروسفيرز، النانو بارتيكلز، هذه كلها بارتيكولار موديفيكيشن، تغير على مستوى البارتيكل، ما تغير على مستوى المولكيول. اذا هو ما يعتبر بارتيكولار. Maybe may increase the stability. احنا تحدثنا قلنا البيجيليشن والجلايكوسيليشن قد يزيد الستابيلتي اوف بروتين اجينست بروتيوليسيس. اذا يزيد الستابيلتي، لان واحده من الامور اللي تسبب ديجريديشن هو البروتيوليسيس. اذا بي نقطه صحيحه. C depend on electrostatic interaction. احنا قلنا يحتاج الى covalent bond. ما يصير electrostatic. Electrostatic فد weak يعني interaction forces. It masks the taste of protein. ما له علاقه، صحيح احنا راح نضيف يعني نعمل glycosylation بس مو معناته انه mask for the taste. يعني هذه فقط انه تغير ضمن المولكيول تكون فد bulky group وتغير بالpharmacokinetic properties مالت البروتين. اذا فقط ال B هو الصحيح بالنسبه للنقطه 12. نقطة 13 regarding the collapse temperature modifier are found in most of biotech project. لا ما موجودة فقط في اللايف لاز بروجكت بسبب السيفز اللي هي تحتاج هذا النوع من الاكسيبيانت. It causes strong reduction in sublimation rate and poor cake formation. لا ما لها علاقة. يعني هاي العبارة أيضا خاطئة. ما تسبب يعني strong reduction بالعكس هي قد تمنع هذا الشيء. Examples on which are gelatin, dextran and albumin. هذه الأمثلة ذاكرينها لكم. إذا فقط السي هي الصحيحة. الـ 14 regarding the oral immunization characterized by poor permeation within GIT in case of a passive transport process. قلنا الـ oral immunization حالة خاصة مثل المستخدم لشلل الأطفال إلى فد أنه نقول التارجت مالت الباكسين هو موجود بالـ GIT. فإذا هو مو له علاقة بالـ permeation within the GIT ومعتمد على الـ passive transport process. ما يعني نقول الـ requirement مالته تختلف. This typical transport mechanism in paracellular transport كذا كمينة ما يعتمد. يعني هو حالة خاصة انه هو يكون بالبايرس باتشز الليمفوسايت المسؤولة عنه يعني نقول تفاعل معه على ضوء تعطينا هذا الاميونيزيشن. Can be used for all types of vaccines. لا فقط قلنا small fraction. فاذا all other statements are wrong هي الخيار الصحيح لهذه النقطة. 15 قال the chemical instabilities of biotech product. نانا most of them are related to the primary, secondary and tertiary. لا هي اغلبها related to the primary. Mostly increased by lyophilization. Mostly increased by lyophilization. لا ما تزداد باللايفيليزيشن هي decrease. فاذا هي اغلبها باعتبار تخلصنا من الووتر فزيد الكيميكال stability. فاغلبها هي decreased by lyophilization باعتبار الووتر هو main catalyst for the chemical instabilities. They are enhanced by denaturation.
هل الديناتوريشن يؤدي الى، لا ماكو ربط مباشر، الديناتوريشن يؤدي عاده الى اجريجيشن وبريسبيتيشن. اذا فقط النقطه الحرف سي. النقطه 16 regarding the immunogenicity of biotic product, it is one of formulation property that must be studied after formulation development. اذا نرجع للستيبس ما موجوده من هاي الخانه ضمن الفورميليشن بروبرتيز، اذا هي غير صحيحه. يعني اكو ستيبس هاي الخمسه اللي ذكرناها ما يخص عمليه الانتاج البروتين الى ان نوصل للنيتف بروتين. انا هذه الستيبس ركزنا عليها في محاضره كامله وعدناها بالمره اللي بعدها بشكل مختصر، فيعني كثير يعني تحدثنا عنها. انكريز باي هيدروليسيس اوف بروتين، انكريز باي ما لها علاقه، ماكو ربط او علاقه بين الهيدروليسيس بين الاميونوجينيسيتي. النقطه دي ميبي انكريز باي ذا فيزيكال انستابيليتي، احيانا الديناتوريشن يؤدي الى زياده بالاميونوجينيسيتي. الديناتوريشن راح يغير من الستركتشر اوف بروتين فيتسبب زياده بالاميونوجينيسيتي. فاذا النقطه دي هي الصحيحه بين النقاط الاربعه. Regarding the use of amino acid in biotech product may be used as carrier system, solute enhancer and stabilizer. هذه اذا نتحدث نشوف امثله على انه كان بيوز از كارير سيستم بالنسبه لللايفيلايزيشن، سولوتي انهانسر موجود كذلك، وعندنا كاز ستابلايزر احيانا يستخدم يمنع لنا البروتين بريسبيتيشن. ماي بي يوز از تو ديكريز هيدروليز، ماكو علاقه بين الهيدروليسيس وبين امينو اسيد. ماي بي كلاسيفايد از بايسيميلر، لا البايسيميلرز هو مصطلح ريليتد تو ذا بيبتايدز يعني بولي بيبتايدز او البروتين. اذا فقط النقطه الحرف اي هي الصحيحه. Regarding hydrolysis as a chemical instability, it is occurred for certain types of proteins. أغلب البروتينات تصير فيها hydrolysis in presence of water. Maybe decrease in very low temperature. يعني هنا مو معناته very low temperature يعني freezing ما يأثر، ما ينطي reduction بالhydrolysis. بالعكس the freezing قد هو أهم من يحفز الكيميكال instability. may be expressed as acid based catalysis، وهذه موجوده عندكم قلنا يعتبر يعني ذكرناها انه البروتين من يتفكك بالهيدروليسيس بيبتايد كانه يصير acid based catalysis باعتبار الهيدروليسيس in presence of water والووتر هو H2OH acid based catalysis. increase by denaturation، ماكو ربط بين الديناتوريشن والهيدروليسيس، هذه حتى في نقطه اخرى همينه نفس المعنى تقريبا. نقطه 19 اللي هي regarding use of stabilizers in biotic formulation used at high concentration، لا ما نفضل نستخدمها at low concentration، دائما نحتاجها at low concentration، are important for the physical, chemical and microbiological stability types. وهذا صحيح ان stabilizer خاص بالphysical instability والchemical instability وكذلك الميكروبيولوجيكال بوجود البريزرفاتيف. اذا هذه العباره صحيحه. D there is no restriction for their use. شلون اكو restriction؟ احنا قلنا use at high concentration وهذه هنا اثنين مرتبطات. ما يصير نستخدم التراكز عالية. أو مثلا أحيانا البرزرفاتيف ما يصير نستخدم السايدل، نستخدم الستاتيك. إذا اكو restriction. فالبي هي الخيار الصحيح. ال 20 regarding use of buffers in biotic product are important for solubility and stability. البافرز مهمة باعتبار البي اتش مهمة للذا solubility and stability. فباي اواي البافرز هي مهمة. Can be used in high concentration for more stabilization effect. لا يعني كل الاكسبيرينت تستخدم بالتراكز قليله، اذا تستخدم بالتراكز عاليه تخلق لنا مشاكل. They may interfere with the other excipient. نعم يعني العفو they may interfere with other excipient. شلون يصير may interfere with other excipient؟ شلون في البايوتيك برودكت ما عندنا وين interference يصير with other excipient؟ يا excipient فقط باللايفيلايزيشن احيانا يصير بريسبيتيشن بالبفرز يصير انترفيرنس، لكن بشكل عام البايوتيك برودكت they may interfere with other excipient. اكو تداخل موجود تحدثنا عنه، اكو فد نقول بفر اكسيبيانت انتر اكشن موجود. لا احنا في حاله انه قد يكون مع البروتين الاصلي، مثلا لا في حاله انه صار به خلل قد ياثر على البروتين، قلنا هذا يكون هو مؤثر بالسولبيتي والستابيلتي، فانترفير وذ اكتف انجريدينت. اذا كانت اكتف انجريدينت تكون العباره صحيحه، فماكو ربط بين البفر والاذر اكسيبيانت. They crystallize by any drying method. لا فقط بالفريز دراينج، بسبب اللي اكو خطوه الفريزنج قبل البرايمري دراينج لهذا قد يصير بكريستلايزيشن. اذا فقط الاي هي صحيحه بالنسبه للبفرز. 21 regarding the biotic formulation types. They are mostly prepared as injectable and oral liquid formulation. Biotic formulation تحضر as injectable oral؟ لا
فأكثر الأحيان تكون injectable. The development of injectable pharmaceutical formulation of protein usually involve the screening of a number of physiologically acceptable excipients. لا مو الاكسيبيانت، هنا احنا نركز على البروتين، يعني ما لنا علاقة بالاكسيبيانت، هسه اهم شيء المادة الفعالة اللي هي يركزون عليها قبل ما يبدي يشتغل بالانجكتبل pharmaceutical formulation. But involves the screening of a number of physiologically acceptable excipients. شنو معنى physiologically acceptable excipient؟ يعني excipient لازم كلها تكون ملائمة أو هي كأنه تلائم الاندوجينسلي فاوند excipient. ما تحدثنا عن هكذا، احنا قلنا انه يستخدم سولفت انهانسر، قد يكون قسم عندها امينو اسيد، استخدمنا بافر، استخدمنا ستابلايزر، اذا مو شرط يستخدم physiologically acceptable excipient. The administered dose and volume may be affected by the route of administration. شفنا في حالة الـ IV، في حالة الـ IM، subcutaneous يختلف الـ dose وتختلف الـ volume باعتبار حتى طريقة الـ administration تختلف. هذه السي هي الخيار الصحيح. D, the injectable type is used to avoid the proteolytic degradation. هذا اعتبرناه صحيح لأنه بشيء من الصحة. يعني هو بروتيولاتيك ديجريديشن موجود بكل يعني سواء بالبلود او موجود ديفرنت تايبس اوف روتس، لكن اذا اريد اقارن يعني مثلا بين الانجكتبل مع الاورال اكيد راح يكون هو اقل، فافويد او ديكريز بروتيولاتيك ديجريديشن فاعتبرناها بها شيء من الصحه فاعتبرناها صحيحه من السي او الدي. 22 regarding the manufacturing processes of biotech product they are similar to that used for conventional drugs. لا اكو اختلاف واضح بين الـ conventional drugs وبين الـ biotech product. They doesn't affect the physical and chemical stability of protein. لا تأثر الـ physical and chemical stability. لهذا لازم نكون حذرين باختيار الطريقة المناسبة بعملية الـ sterilization أو بطريقة الـ drying. Some processes protein incompatibilities can be decreased by suggestion of a suitable excipient. هذه يعني احنا نقدر نقول بعض الـ incompatibilities الموجودة نقدر نقللها by suggestion of a suitable اكسيبيانت. هذه الاكسيبيانت هي راح تساعد بالتقليل مثل ما موجود مثلا وين؟ يا طريقه الفريز دراينج، الكثير من الاكسيبيانت ضبناها على مود نقلل من تاثير الفريزنج على البروتين. They include the purification steps. Purification steps متى تدخل ضمن المانيفاكتشرنج بروسيس؟ تدخل بطريقه الحصول على النيتف بروتين، يعني هذا بالداون ستريم الطرق اللي هي قبل ما نوصل بالخطوات المانيفاكتشرنج، فهذه ضمن الخطوات الاربعه. يعني هو احيانا يجي سؤال يعني يبحث عن فهم عام للمحاضرات، مو فهم خاص لسلايد واحد. لازم انت فاهم المادة بشكل قطعة واحدة الا تقدر بعض الأسئلة تجاوبها. 23 regarding the biogen removal include native protein and excipient. تحدثنا عنه قلنا لازم نركز على النيتف بروتين، لازم يكون free of biogen حتى بعض انواع من الاكسيبيانت لايك مثلا البومين. Biogen can be inactivated by autoclaving. لا ما يتأثر بالويت كونديشن، اذا بي خطأ. Biogen may be originated from different types of microorganisms. يعني هنا اكو عندكم ملاحظه انه قد تجي من الفنجاي، فنجال، فيرال، بكتيريال، فاي منهم من السي اعتبرناها صحيحه، يعني الاي، واما الاي او السي تختارها كلاهما يكونوا صحيحين. الدي they are removed effectively by any chromatographic method. لا مو by the any chromatographic فقط by the الايون ريزن كروماتوغرافي، باعتبار البيروجين طبيعته نيجاتيفلي تشارج فقط يحتاج الى ايون اكستشينج كروماتوغرافي الا نقدر نتخلص من عنده. Regarding increasing the effectiveness of biotech product can be increased by use of protein genetic engineering. يعني احنا الافكتيفنس شفناها زادت بوجود البروتين جينيتيك انجينيرنج، يعني مثلا الامينو اسيد سبستيوشن، يعني زادت الافكتيفنس اوف بروتين، زادت الاستابيليتي مالته وغيرت الفارماكونيتيك بروبرتيز. الهيدروفيليك بوليمرز يعني هنا الافكتيفنس المحصله النهائيه للبروتين. The hydrophilic polymers are used for this purpose by decreasing the chemical instability. ماكو ربط، يعني بالعكس الهيدروفيليك بوليمرز قد يكون لها تأثير أحيانا سلبي في بعض الأحيان، يشتغل كوسوليوت وقد هو يسبب مشاكل بالinstability. They are preserved by use of any sterilization process. يعني هنا هل نقدر نستخدم أي طريقة sterilization على مود الإفكتيفنس؟ لا ما يصير، فقط الفلتريشن. As it is increased كل ما تزداد الافكتيفنس تزداد الميونوجينيسيتي. هم يعني ماكو فد عباره او فد يعني فد علاقه مباشره بين الافكتيفنس والميونوجينيسيتي. الميونوجينيسيتي تزداد حسب المشاكل الفيزيكال انستابيليتي لايك الديناتشوريشن مثلا تزيدها. الميونوجينيسيتي تزداد اذا ما عندي يعني بيريفيكيشن عالي موجود بالبرودكت.
نقطة 25 materials used as absorption enhancer. Material أريد مادة واحدة تستخدم as absorption enhancer in biotech product. الليبوسوم هذا هو الفيزيكولار سيستم. البوروفالين البروتينين ما له علاقة هذا الإنزيم اللي بده فقط البايوسولت هو absorption enhancer. إحنا شنو عندنا absorption enhancer؟ عندنا إنزيم inhibitor وعندنا absorption enhancement approach like مثلا هذا استخدام الليبوسوم أو الأنتوفوريسز. عندنا المولكيولر موديفيكيشن كلها تصب في إنه بالأخير هي زيد البروتين available to the site of absorption بس لكن بشكل مباشر أو غير مباشر لكن إحنا بنقول absorption enhancer يعني وتحدثنا قلنا مادة تستخدم as absorption enhancer يعني مادة البوزيشن مادة راح يكون between the cells فتشتغل على tight junction موجودة between the cells تعطينا حالة evacuation فالبايوسولت هو المثال الواضح للabsorption enhancer material used as solubility enhancer هي البوروكزامير السيستين ما يستخدم اليو سي ما يستخدم والبي اي جي ما يستخدم سولفتي انهانسر اللي كتصنيف اذا نرجع كسولفتي انهانسر موجود ضمن يعني المجموعه الاولى اللي هي تشتغل على البريسبيتيشن والاجريجيشن والسولفتي انهانسر فاحنا المثال الذاكرينه بشكل واحد هو البولوكزامير اللي هو ضمن الهيدروفيليك بوليمر قد يستخدم البولوكزامير هو صحيح هيدروفيليك لكنه ميزته يشبه السيرفكتنت يعني بي انفيفيليك بروبرتي فيشتغل شغل السيرفكتنت فيزيد السولويتي يعني هذا ذاكرنا بالمحاضره بشكل واضح 27 for more therapeutic effectiveness monoclonal antibodies can be linked with هل يصير مونك ما بيربط مع الباي سبيسيفيك لا البايوديجريدبل مايكروسفيرز ما عندنا ما ربطنا المونوكلونال انتيبوديز مع المايكروسفيرز دراج مولكيولز اللي هي نعبر عنها الاي دي سي يعني الانتيبودي دراج كونجيجيت فاذا سي صحيح بوليكلونال انتيبوديز ما يصير نربط الماب مع البوليكلونال انتيبوديز فقط السي هي الصحيحه 28 الجارد ديليفري اوف بروتين via the parenteral route characterized by high peptidase activity for all types of protein and injection site هل كل انواع البروتين والانجكشن سايت ميزن او هاي بيبتايدز اكتيفيتي لا ما عندنا هذه الخاصيه حسب طبيعه البروتين حسب انجكشن سايت فاكو سايت يعطيني يعني مستوى يختلف عن الاخر يعني حسب نقول الديسبوزيشن الموجود احيانا اذا ريزيدنس تايم يكون عالي قد يتعرض الى هاي بيبتايدز اكتيفيتي اذا مو صحيحه ديكريز باي مساج اف ادمستر باي ذا اي ام روت هل يقل نانا ديليفر اوف بروتين هل يقل باي ذا مساج؟ لا المساج قد يساعد بزياده البلد فلو. They are more effective than non parenteral route اكيد البارنترال روت اكثر فعال من النون بارنترال روت. مونيكر ويت هو از ديتيرمنت فاكتور فور اي في اي ام سبكوتينيوس لا فقط فور بالنسبه لاي ام سبكوتينيوس الاي في ما له علاقه بالمونيكر ويت. الاي ام سبكوتينيوس تاثر بالمونيكر ويت. Material used for increasing the chemical stability of biotic product. عندنا دي ADTA, acetylating agent. البقية ما ماخذينها كمثلة على الكاس stabilizer. Regarding nasal route for biotic product, عندنا it is used for local and systemic effect. Nasal route for biotic product عندنا مثلا used for local and systemic effect of protein and peptide. ما عندنا أمثلة على local. وسيستميك يصير انا استخدم بروتين لوكالي عندنا في ديزيز معين يحتاج بروتين لوكالي بالنوز مثل ما موجود بالديكونجستد مثلا او الكورتيكوستيرويد ما عندنا اذا فقط فور سيستميك افكت نستخدم النيزل فور سيستميك افكت اوف بروتين اذا هذه الاي مو صحيحه ات از بريفيرد فور سمول اند لارج مولكيولر ويت بروتين لا فقط فور ذا سمول مولكيولر ويت بروتين تز بايو افيلابيلتي انكريز ان بريزنس اوف ابزوربشن هانسر نعم هذه ذكرناها قلنا يعني كان التايت جنكشن الموجوده بين ذا سيلز بهذا الروت تتاثر بوجود ماتيريالز اللي هي ابزوربشن هاسه بالتالي تزيد الابزوربشن. It is alternative route for oral administration route. Alternative route for oral لا مو for oral administration route هي alternative route for the parenteral. اذا فقط السي. ال 31 regarding the genetic engineering technique it is important for production of transgenic protein. ما له علاقة هذه قلنا هي الجينيتك انجينيرنج يعني امينو اسيد سبستيوشن اند سون انالوج الترانزجينيك انيمال ما يعني ما ينطيني مو ناتج عن الترانزجينيك يعني مو هو اللي يعني ترانزجينيك انيمال هذاك مو ترانزجينيك بروتين فما عندنا ترانزجينيك بروتين كان بي ريبريزنتد ان فورميليشن اوف ريكومبيننت بلازميد كان بي ريبريزنتد ان ما له دور بالريكومبيننت بلازميد may allow a doctor to treat or any or disorder by inserting هذا في الجين ثيرابي ما له علاقة بالجينيتك انجينيرنج can be used for, to get more stable biotic product هذه شفناها بالانسولين انالوج
انه تميزت انه تكون مور ستيبل حتى بطريقه الحفظ مالتها، بامكان فقط بالبدايه 2 إلى 8 بعدين تنحفظ 25. هذه ذكرناها بخلال سياق الكلام عن الانسولين انالوج. نقطة 32 regarding the formulation development of biotech product is important for detection of the host life sorry host cell. هل نستخدم يعني تدخل ضمن الفورميليشن ديفلوبمنت كستيب ضمن عملية الريكومبيدنت تكنولوجي انه مهمة فور ديتكشن اوف ذا هوست سيل؟ هذه بالخطوات الاولية نحدد بها الهوست سيل اذا خاطئة. Involve selection of suitable method of processing. نعم بالفورميليشن هو نبحث عن الطرق المناسبة، الدراينج المناسب، الاسترلايزيشن المناسب اذا النقطة بي صحيحة. Involve protein identification. لا ما له ما له علاقة بالخطوات الأولية. Involve gene isolation. ما له علاقة. فهذه حسب الخطوات الخمسة المعروفة للريكومبيدنت تكنولوجي، كل واحدة كل خطوة لها تسمية خاص فيها. 33 regarding the drug candidate for targeting drug with منو اللي هي drug candidate for the targeting؟ منو اللي يفضلهم؟ هل drug with high rate of clearance؟ نعم يفضل no high rate of clearance، يفضل نشتغل عليه targeting with high specificity. اصلا لما يكون هو عنده high specificity ما نحتاج اصلا يحتاج targeting، اصلا هو specific. هذه مو صحيحه. drug with low rate of clearance هذه عكس الاي. Drugs characterized with large molecular weight. لا ما له علاقه المولكيولر ويت عمليه الكليرنس، بالعكس المولكيولر ويت اللي عنده عالي راح يكون كانه فورين بودي ومن الصعب نسيطر عليه بالتارجتنج. النقطه 34 regarding the following figure اغلبكم جاوب هذه النقطه صحيحه اللي هي بي reflect the heat stabilization during primary drying stage of freeze drying process. اكيد النقطه الاولى خاطئه يعني مو all stage ولا يعطيني فكره عن الكريستلايزيشن ولا ريفلكت ذا ريزيجوال ووتر كونتنت، اذا فقط البي الحرف المناسب لهذه النقطه. ريجاردينج ذا جلاس ترانزيشن تمبريتشر ريفلكت، انا جاي اقول لكم هنا مثلا شو اقول لكم ريجاردينج ذا ميلتنج بوينت ريجاردينج ذا جلاس ترانزيشن تمبريتشر، هل هي نقول هذا البروتين عنده 70 جلاس ترانزيشن تمبريتشر، هل هو معناته اكو تشينج ان ذا فيزيكال بروبرتيز؟ ماكو ربط. لو جاي لكم ريجاردينج ذا تشينج ان ذا جلاس ترانزيشن تمبريتشر بامكان نجاوب انه يقول reflect the change in the physical properties of protein او mechanical properties of protein. فاذا هنا النقطة هذه ما يكون الاي صحيح. بعضكم مجاوب اي. It is related to the crystalline solid. لا احنا قلنا semi crystalline solid يعني اكو جزء crystalline وجزء amorphous هو اللي يصير بي يعني بيحتوي او يعني بي glass transition temperature رقم معين. Maybe change by lyophilization. Lyophilization واحدة من الطرق اللي بيها freezing وبيها primary drying وsecondary drying بيها variable يعني condition. فهذه قد تأثر على مواصفات البروتين مثلا. فقد تتغير glass transition temperature باللyophilization. فمثلا يقول glass transition temperature. Maybe change by lyophilization. العبارة صح أم خطأ؟ أكيد صحيحة يعني maybe change by lyophilization. هذا احنا نضيف بعض المواد على مود تقلل من تأثير lyophilization على glass transition temperature. هاي ما يخص اختيار الإجابة الصحيحة. ما يخص الفراغات اللي اشوفها أكثرها ما يخص true false قبل الفراغات. Targeting of protein is similar to that of conventional drug regarding the smart design and elimination pathway. اكو اختلاف بالelimination pathway بين البروتين وبين conventional drug. إذا هي F. Rate control can be achieved by several technologies similar to those used for conventional drugs. Rate control يعني هنا مثل عندنا اكو تشابه بين نقول الconventional drugs وبين البروتين ما يخص الطرق المستخدمه for controlling of the rate. اذا true. Aspartic acid and glutamic acid residue are the most prone to racemization. لا خطا. ترجعون للمحاضرات. الأربعة almost لأن in some cases لو كانت in some cases تكون عبارة صحيحة. إذا هنا almost بسبب ال almost راح تكون هي العبارة false. Chromatographic methods can effectively inactivate the endotoxin. ما يستخدم الكروماتوغرافيك method for inactivation for removal. أكو فرق بين inactivation. قلنا inactivation يعني شنو؟ يعني كأنه عملية culling يعني للإندوتوكسين. Removal يعني إزالة. Removal العدد يقلل العدد مالته. فمو انكتيفيت هي ريموف. فاذا ايضا فورس. الانتجينيسيتي ريفير تو ذا ابيليتي اوف سبيسيفيك سايتس ابيتوز اون ذات انتجينيك ماتيريال تو ريكوجنايز انتيبوديز ان ذا هوست اميون سيستم عباره صحيحه. جنرالي اي في انجكشن فور بايتك برودكت هاز فاستر
absorption and shorter duration of action than subcutaneous. لازم نقارن بين الاي في والسبكتينيوس. الاي في اصلا ما بي يعني كل السريع الديسبوزيشن او الابزوربشن مالته، هذا ما يميز يعني مباشره يظهر بالسيستميك سيركيليشن. لكن شنو الديوريشن مالته؟ مالته اقصر اذا قارن مع السبكتينيوس. السبكتينيوس لا يحتاج الى فتره مقارنه مع الاي في. فاذا عباره صحيحه Lyophilization is important for both the stability and solubility of protein. من خلال زيادة stability لأنه خلصنا من الووتر، والsolubility من خلال أنه lyophilized product يحتاج إلى كمية أقل من الصوربت على مود يذوب. فإذا هي true. The polyclonal antibodies produce an immortalized cell from different clones. هذه عبارة خاطئة. يعني البوليكلونال ما تنتج من immortalized cells. هذه فقط الماب وحتى موجودة بالفراغات. العشرة البيجيليشن is type of particular modification. لا هي مو particular، مو تغير بالبارتيكلز بشكل عام، هي تغير بما بالمولكيولر ستراكشر. نضيف بي اي جي تربط مع البروتين وتغير من مواصفاته. اذا هي فولس. Both of recombinant DNA technology and MAB technologies have generally used for the diagnosis of the disease. يعني هذه اثنيناتهم مستخدمه for the treatment for the diagnosis موجوده، ذكرناها بالمحاضره الاولى. بالمحاضره الاخيره تحدثنا عن الباب انه كان بيوز انه فور ادى ثيرابيتك اكتيفيتي وعنده كذلك فور دايجنوزيس. 12 ان جنرال ذا لايفلايز بروتين فورميليشن هاف مور تندنسي توورد بروتين ديناتوريشن. هاف مور تندنسي توورد بروتين ديناتوريشن. هل العباره صح ام خطا؟ يعني هو مثلا اكو عندنا بروتين ديناتوريشن، لا احنا عندنا قد يكون بروتين اجريجيشن ما عندنا مو بروتين ديناتوريشن. فاللايفلايز بروتين فورميليشن هاف more tendency toward protein denaturation. الإجابة خاطئة. false. The first pulmonary insulin formulation was approved by the FDA in the January 2006 اللي هو إكزبيرا اسم تجاري and is commercially available nowadays. قلنا لا أنا حكيتها تم سحبه من خلال الـ FDA يعني ما استمر فترة طويلة حاليا ما موجود. We can significantly increase the total relative uptake of proteins administered by the pulmonary route significantly. يعني احنا عندنا 3 factors مؤثرة: uptake from the involved device, disposition وعندنا absorption. بين هاي الثلاثة منو اللي أكثر شيء مؤثر شافه أنه إذا زاد ازداد نقول total relative uptake of protein؟ هل هو أكثر واحد هو absorption. احنا مشكلتنا مو بالrelease of the drug from the device ولا بالديسبوزيشن. يقدر يتلاعب بالسايز يحصل ديسبوزيشن وبروبيلنت وغيرها، لكن مشكلتنا وين؟ بالابزورشن. انه يوصل البروتين للسايت اوف ابزورشن بس ما يصير بامتصاص. فهنا هو الاكثر شيء، وقلنا اغلبها ما يتجاوز ال 10%، نسبه قليله. فعضوها العباره هذه خاطئه. The intramolecular interaction force of protein are electrovalent type. لا مو electrovalent، electrostatic. electrostatic. هذه ما يخص الفراغات. هم هنا الكتروفورس از هيدروديناميك اور بايوفيزيكال، اثنيناتهم صحيحات. ذا ميجر سورس هو الهيومن. لو كونستريشن اوف فوسفوليبيد اند سيرفكتنت يوز فور ديكريزنج اوف بروتين بريسبيتيشن اور فبريليشن. ذا فايرال كونتمنت كان بي ريموفد باي ذا كروماتوغرافي فلتريشن بريسبيتيشن، كلها صحيحه. الكوسولفنت يستخدم قد يكون جليسرين بي اي جي، وحتى الايثانول هم اعتبرناه صحيح. Material used as a bulking agent and live protectant. Lyophilized product يعني هي نفس المادة تستخدم استخدامين فقط. المانيتول. Example on endopeptidase active after feeding اللي هو البيبسين. Application of biotechnology in human and animal medicine is termed as red biotechnology. Both of insulin, glaragine and timer having similar pharmacokinetic properties, but the first يعني نقصد بالانسولين glaragine has additional arginine. Arginine amino acid molecules. Arginine يعني يريد يقول arginine، يريد يقول 2 arginine molecules، ماكو مشكلة. And الفراغ اللي بعده راح يكون هو الجلايسين، الفراغ الثاني الجلايسين، الفراغ الثالث هو اللايسين. إذا جلايسين arginine عفوا، أولا arginine الفراغ الأول، بعدين جلايسين، بعدين لايسين، وأخيرا عندنا تثورد فاتي أسيد. أو اللي كاتب فاتي أسيد هم صحيحة، اللي كاتب ليبيد هم اعتبرناها صحيحه. يعني اخر شيء يربطون يا فاتي اسيد او ليبيد، يعني بعضهم يعني المهم المعنى انه ضاف هيدروفوبيك مويتي، فايضا اعتبرناها صحيحه. النقطه العاشره ريسبتر ميدييتد بروتين ميتابوليزم نوت كونستانت. هذه بين قوسين دوز ديبندد، دوز ديبندد موجوده نصا بالمحاضرات.
المحاضرة الأخيرة. ميكانيزم of hepatic uptake أيضا نصا موجود يعتمد على السايز والهيدروفوبسيتي. فأما تقول السايز أو تقول المولكيولر ويت صحيح، تقول الهيدروفوبسيتي أو تقول اللايبوفيليسيتي كذلك هم صحيح. 12 the size selection cut off for glomerular filtration is approximately 60 kd يعني 60 كيلو دالتن أو 60 ألف دالتن، يعني الكثير ما كاتب، يعني ما كاتب الوحدة بشكل صحيح، الكثير من عندكم ما كاتب كيدي لكن اعتبرته صحيح بس مجرد الرقم. أي واحد كاتب 60 يعني أو 6000 اعتبرته صحيح بالنسبة لكم. النقطة 13 characterization of protein distribution may need biopsy or necropsy for determination. النقطة 14 immortalized cell line may be called hybridoma، يعني هذه أيضا ذكرناها بالمحاضرات. الرسومات effect of antibody هو رسم الأخير بآخر محاضرة، رسم الأخير effect of molecular weight of one protein disposition هذا ما يخص إنه وين يروح للليمف أو يروح للبلود. Types of liposome نقصد بهذا رسم يوضح لنا الأنواع الأربعة الليبوسوم conventional cationic والimmune liposome اللي تربط مع الماب، وعندنا البيجيليتد ليبوسوم هو رسم واحد لكن يوضح لنا أربع أنواع من الليبوسوم. الرابع المايكرو انكابسوليتد سيكريتوري سيلز هذه يخص البنكرياتيك سيلز وتحيط بها ممبرين فيرسم ويعلق او مجرد اللي ما مكتوب او ما موجود بالرسم اللي موجود بالمحاضره. effect of lyophilization stage on water sublimation and formation of voids inside protein formulation. عندكم اكثر من رسم باللايفلايزيشن، اريد الرسم اللي هو مع الخطوات الفريزنج والبرايمري دراينج والسكندري دراينج شو يصير لكن بشكل عام انا ما دققت بالتفاصيل. اللي راسم وموضح لي انه يعني اختار الرسم المناسب بشكل عام، انطينا ما بين الاربع ما بين الثلاث، المهم ساعدناك اذا كان الرسم المختاره صحيح، يعني الرسم اللي فيه الفيالات اللي تحتوي على هذه الفويدز الفراغات وموضح لنا الخطوات المطلوبه بشكل عام. السيلف ريجليتنج سيستم هذا اللي يخص الرسم اللي يخص ان انا ريليز اوف انسولين اعتمادا على وجود الجلوكوز موركيولز، انه يصعد الجلوكوز او تقترب الجلوكوز مويتي فيصير عمليه فصل كومبتيشن بوجود الانزيم جلوكوز كلوكوز اكسيديز اللي هنا يحول الكلوكوز الى كلوكونيك اسيد فيصير دروب البي اتش. فهنا ترسم لتعلق مجرد انه من الرسم توضيحي يوضح لنا السيلف ريجوليتنج سيستم، يعني يختار الرسم المناسب ايضا ساعدنا بقدر الامكان في الرسم، فصار عندنا مرونه بالرسم مرونه احيانا بالفراغات نسبيا، لكنه الام سي كيو بالترو فولس بالاختيارات اكيد ما تحتمل اجابات متعدده ما عدا النقاط الثلاثه ذكرناها. نتمناكم التوفيق وأريد أوضح الفكرة الأساسية. إحنا دائما من نعطي محاضرات نحاول نعطي كل وقتنا وجهدنا في سبيل نوصل المعلومة لكم، يعني وإحنا كنا جاهزين أي سؤال نطالب خلال المحاضرة ما بعد المحاضرة وحتى من خلال امتحان المد علمتكم على طريقة معينة أنه شلون تكون الأسئلة. فنبحث عن طالب يفهم المادة، نبحث عن نوعية طالب يفهم المحاضرات ويقدر يتفاعل وين المحاضرات ويجيب الإجابة المطلوبة. والمادة يعني هي محاضراتها ما كانت محاضرات مطولة، يعني عدد المحاضرات يعني 11 محاضرة، وحسب أنا ما يخص وجهة نظري أشوف أنه أنا انطيت المادة استحقاقها. تبقى أحيانا الطالب يجوز يصير عنده تلكو أو ما يفهم المادة بشكل واضح، هذا أعتقد بسبب أنه عدم التواصل مع المحاضرات بشكل تفصيلي. من الصعب أن نسيطر على المادة من يجي أقرأها دفعة واحدة، يحتاج المحاضرات أنا أتابعها من البداية. وأي سؤال أي سؤال يخص المحاضرات يعني نتمنى أن يعني إن شاء الله ناجح نقول له مبروك، واللي يتلك بهاي المادة يتمنى له حظ أوفر. وان شاء الله ان شاء الله بقدر الامكان راح تكون يعني احنا جاهزين، يعني بالنسبه لاي سؤال اي مداخله ترسلوها على الايميل المعروف بالنسبه لكم او عن طريق ممثله المرحله، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وشكرا جزيلا.